أبو ناصر شاهد حي على وقائع نكبة الشعب الفلسطيني والتهجير وفظائع المجازر. كان هنا يوما في قرية الشجرة المهجرة الواقعة في قضاء طبرية قبل أن تقوم العصابات الصهيونية بمداهمة القرية وتنفيذ مجزرة مروعة وتهجير ما تبقى من أهلها. كانوا يطخوا بصورة دائمة على البلد على الشجرة، فكنا كأولاد صغار لما يجي رصاص بالسوار تطلع شرانيف الحجر السور بوجوه الأولاد، تزعق الأولاد وتخاف، والأهالي طبعا يخافوا على أولادهم. أسأل مثلا أبوي، أسأل أخوي مصطفى كان واعي، يقول لي هذول بيجوا بتمرنوا على سلاح، بتمرنوا على سلاح. مين بيمرنهم؟ الإنجليز. الإنجليز كانوا يمرنوهن ويدربوهن لأنه كانت الإنجليز هنا. قبل 76 عاما في 6 من أيار 1948 يعود أبو ناصر بذاكرته ويروي كيف باغتت العصابات الصهيونية المسلحة قريته واستولت عليها بعد معركة انتهت بارتكاب مجزرة دموية. 47 بذكر كان هون مركب هوشكس سلاح أوتومات بصورة شو بتحرك بقلب الشجرة يطخوا عليه، وانقتل عدة أشخاص منهم كيوفي، منهم حياة أبوي، منهم عمي سعد أبو طرماح. إحنا كصغار لما كان في إطلاق نار على الشجرة طلعونا قبل 5-6 أشهر من الهجوم الأخير، طلعونا رحنا على طرعان، ومن طرعان انتقلنا على كفر كنا عند خالتي فاطمة، وتنقلنا من عدة محلات. محمد حجازي يقول أنا أولكم خوفي عليكم لأشرب حصرتكم. الحصرة شربناها صارت من ورانا، وعرفنا إنه إلنا حق هون. بن غوريون لما كانت أمي تشوفه على شاشة التلفزيون بال68 هذا الإشي، قالت لي هذا بن غوريون، هذا الحراث كان يحرث عنا. إيه أنا كولد من 10-12 سنة تفاجأت، بن غوريون كان يحرث عنا؟ قالت لي كنت أودي له الزوادة على الأرض. واليوم وعلى أعتاب ذكرى النكبة يرجع أبو ناصر برهة لقريته حيثما كان يوما، حاملا معه ذكريات وحنين عودة لا عودة عنها وقصص يحكيها للأبناء والأحفاد. الحارات كلها من المرحان لحارة طريق الوادي إلى حارة المنزول العين، كل هاي الحارات كنا نلعب فيها، بعرفها منيح. بذكر مدرستها، جامعها، العين، الملعب، البيادر، الوادي، كله طريق الزقاق لما كنت اروح اخذ حليب بقلل تعبيلي يا امي اخذ حليب وانزل طريق الزقاق على الشارع اللي بربط بين بيسان وطبريه، واركب الباص واروح لعند اختي خزنه ام كمال اودي لها حليب في طبريه. بذكر ناجي العلي لما كان عند ابو دكاني نطلع نشتري بنبون، كنا نسميه بنبون وكعكبان من عند ابوه. كانت عند ابو عرب دار من حجر يابس 5 غرف جنب بعض، كانوا يحبوا يعملوا الدور صف. كنت اروح عزبه امرق على ابو عرب، ابو عرب دائما ماسك كتاب ويدرس. ابو عرب شخصيه فريده من نوعها. يعني مأساة التهجير ووقائع النكبه المهوله تأبى مغادره مخيله ابو ناصر المكدسه بالتفاصيل والمشاعر والاسماء وذكريات طفوله لم تكتمل في حواكير قريه الشجره. كيف انسى وين كانت امي تزرع، وين كان ابوي يحرث، وين كانوا شجراتنا، التفاح، المشمش، العنب،
وين الزيتون؟ لا، مهما طال الزمن لابد إلا الحق يعود، ولا يمكن أتنازل ولو ليوم واحد إذا يعني فتحت طريق أو سمح إلنا. أول مش ضروري يكون لي دار، بعيش تحت الشجر بس وأرجع لبلادي، أرجع لبلدي. اللي ملوش بلد ملوش قيمة. عائد 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 عائدون بإذن الله. للعم أبو ناصر هنا ذكريات طفولة راسخة وتفاصيل تأبى النسيان. إسرائيل وإن سلبت الأرض لا تقوى على محوها، فالمكان يؤكد على هوية أصحابه ويشهد على نكبة شعب كان هنا يوما ينشد العودة مهما طال الزمن. من قرية الشجرة المهجرة قضاء طبرية، رازي تطور لقناة مساواة الفضائية.